متعة بألم مضاعف، لذة بمرارة فظيعة. ليست لذة حقيقية، ليست متعة حقيقية، لكنها متاع الحياة الدنيا، لكنها مجرد ظن كاذب يخدع به الإنسان أنه يتمتع، أنها طريقة مثلى، أنه في سعادة وهو في الحقيقة في أشقى الشقاء. ذلك أنه ابتعد عن الله، ذلك أنه فقد الإيمان، ذلك بأنه كذب رسل الله، ذلك بأنه كذب كتب الله، فكيف يستمتع بالحياة؟ استمتاع الشهوات من جنس استمتاع البهائم، أو من جنس لذات الشياطين بما يتلذذون به من الإفساد في الأرض ومن العلو، نعوذ بالله